متتبعين قناة سات تي في، أهلا وسهلا بكم. اليوم كنت تواجدوا منطقة الحي الحسني مدينة برشيد في زيارة بعد طلب السي مصطفى شريشي ابن مدينة برشيد اللي كيعاني واحد المرض خطير. جينا اليوم باش السي مصطفى يتكلم لجميع المغاربة داخل وخارج الوطن على الحالة ديالو المرضية. السي مصطفى مرحبا بك، يمكن تكلم لينا على الحاله المرضيه ديالك؟ مرحبا خويا. السلام عليكم. المرض ديالي بداني اول مره، المرض ما ديالي باش بدا بيا نقول له لا، حيت كلوه ليصريه، هذه هي حيت كلوه ديالي ليصريه. من بعد مده ديال 6 شهور بان لي سرطان في الكبد ديالي. ملي عاود درت سكانير بان لي المرض ديالي في الكبد ديالي. من تماك الحاله ديالي تمت هذاك الضعف، يعني الوزن ديالي ما كانش بحال هكا، كنت 74 كيلو، دابا وصلت 50 كيلو صحيحه. و تما غادي تم غادي المرض ديالي كنت عايش مع دابا، ودابا انا متبع في ميريز وكندير الشيمي، الدواء ديال الشيمي. سي مصطفى، ملي مشيتي اكتشفتي المرض ديالك ومشيتي للمستشفى ديال ميريزكو، اش طلبوا منك؟ واش كتلقى العلاجات فابور، كتخلص شي حاجه، اشنو؟ لا، كلشي ميسر معاهم مزيان، كلشي تلاقاو معايا، كلشي مزيان. يعني تلاقاو معايا يعني ما حلش معاهم في شي حوايج اللي صعاب، داكشي كان بسرعه يعني. وقفوا معايا حباب والله تما، وقني صحاب اصدقاء، وكان العلاج تماك، ومن تما بديت العلاج ديالي. سيبت بحال الوليدات، شحال السنه ديالك؟ شحال العمر ديالك؟ انا زيت عام 1965، والوليدات عندي جوج والمراه وكاري ب 24000 ريال. دابا حاليا كتسني 5 شهور ما خلصتش ديال الكلى، ومولات الدار بغات تزرع عليا من الدار، قال لي خويا داري، وانا ما عنديش فين غنمشي، كيعرف الزنقه ما عنديش فين غنمشي، وما عنديش حتى باش كنعيش. انا كنت كندير الموسيقى، يعني موسيقي فنان، راه كلشي كيعرفني موسيقي. تم الآلة كنت كنخدم بها بعثة، وصيرت على وليداتي وعلى الكرا، يعني كنعاني واحد المعاناة خايبة بزاف. وقت لحد الآن متبع العلاج، والعلاج باقي مازال زيد معايا، مازال المرض مازال باقي عندي، باقي ما حيدش اخويا عمر. سي مصطفى، المعاناة ديالك اليوم اليوم، انت كتمشي كتنقل من ديال الدار البيضاء، باش كتمشي شكون كيمشي معاك؟ غتعاود للمتتبعين كيفاش المعاناة ديالك اليومية؟ كتمشي كل سيمانه، كيفاش المعاناه ديالك؟ انا عندي كل 10 ايام كنمشي للميريزكو، كنحيد الماء من كلشي، كنحيد 3 لترو ديال الماء اللي كنحيد من الكرش ديالي، وداك الماء مخلط بالدم، مع الدم يعني مع الدم. وبعض المرات كنزيد الدم، انا كيزيدوني الدم حيت كنقص. وملي كنبغي نمشي من هنا كنلقى مشكل في المركوب، يعني كنطلب من الطاكسيات كيحطوني في المحطه ديال التران، وعندي لاكار ديال لاله سلمى مرض السرطان، كنمشي في التران فابور. يعني كنوصل لميريزكو كندوز العلاج ديالي ديال الشيمي ديال الدواء ديالي، وملي كنبغي نجي كنبقى نمشي نلقى المحطة حتى للخمسة ونص، حيت بعدي باش نجي راك في الطاكسيات، عادي يمكن لي نجي في التران فابور. سي مصطفى، شنو هو دابا؟ انت كنتي موسيقي، تحبستي على الخدمة بظروف هذا المرض اللي عندك؟ مرض كورونا ومرض ديالي أنا. بخصوص مرض كورونا، سي مصطفى، واش استفدتي من هذا الصندوق ديال كورونا؟ الحمد لله، من سيدنا الحمد لله استفدنا منه، واللي عاوننا الحمد لله، ما نكذبوش عليه، عاوننا الحمد لله، سيدنا عاوننا بديك 1000 درهم، كنا نشدوها، إلا نفعتنا الحمد لله، خلصنا منها شوية دقيقة وشوية السكر والزيت وأتاي، الوليدات، ورا ربي هو اللي عالي وعالم. سي مصطفى، بخصوص الدقيق، واش ما استفدتيش من الضفة اللي كانت كتوزع؟ الاستفادة ما استفدتش مع المقدمية نهائيا، دفعت الأوراق ديالي، لاكارت ديالي ونمر التليفون ديالي، مقدمين زوج بلا على الاسم ديالهم، وما جاتنيش القفوة على من دون عباد الله. انا مش استفدت من والو، ما استفدتش من شي حاجه نهائيا. سي مصطفى، باش كتعيش دابا انت؟ باش كتخلص كرا، باش كتاكل؟ باش الكرا ما كنخلصوش حاليا، مولا الدار دابا، مولا الدار قالت لي ادخل ليا داري، وانا ما عنديش فين غادي نمشي، ما عنديش فين نتلاح في الزنقه، وما عنديش هادشي الحاله كي دايره، ربي هو اللي عالي وعالم. ما عنديش فين نمشي، قلت انا ما عنديش فين نمشي، بغيتي تدعيني سيري دعيني، انا ما عندي باش نخلص لك والو، ما عنديش. سي مصطفى، كنعرفوا في المغرب الادويه ديال مرض السرطان غاليه بزاف، انت اليوم واش كتشريها ولا كتستافد منها؟ انا الدواء ديال الشيمي كيدير 44000 ريال، كيعطوه لي من ميريزكو، الله يرحمني من الوالدين، كناخذ الدواء من ميريزكو، هما اللي كيعطوني الدواء، كل شهر كيعطوني بواطا، كتكمل هذيك كيعطوني بواطا اخرى، وانا متبع معاهم دابا جيه دابا العام.
بالنسبة للتطبيب ما عندكش مشكلة تلقى؟ التطبيب الحمد لله مزيان، متابعين معايا الحالة ديالي مزيان، غادي معاهم الحالة فيها مزيان الحمد لله مزيان. سي مصطفى الأصدقاء اللي كنتي كتخدم معاهم واحد الفترة، دوزتي معاهم واحد الفترة كبيرة، واش لقيتيهم ملي تحتي مريض لقيتيهم كيجيو ولو غير بالزيارة ولو غير رفعوا لك شوية المعنويات ديالك، واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ جاو عندي بعض قلال منهم، وشي آخر عمرو جا عندي، كلهم عمرهم جاو عندي نهائيا، جاو عندي بعض منهم قلال. هما اللي جاو عندي بعض منهم قلال اللي جاو عندي، هما اللي جاو عندي لحد الان. دابا بقيت فيهم حتى واحد لحد الان، دابا حاليا دابا ملي مرت نوبل ولا جاو عندي، ولكن حاليا دابا ما عمر كان شي زياره ولا جا عندي شي واحد ولا سول عليا شي واحد ولا رافع عليا شي واحد الان دابا حاليا. سي مصطفى، الطلب ديالك للمغاربه داخل ارض الوطن وخارج الوطن، حنا كنعرفوا المغاربه معروف عليهم الجود والكرم، معروف عليهم التضامن اجتماعي فيما بينهم. واحد الرساله توجهها للمغاربه في هذه الظروف؟ انا الطالب كنطلب من المغاربه خوتي والمحسنين وخوتي المغاربه اللي كنفقلوا بهم الحنانه ديالهم يتعاونوا معايا، يتعاونوا معايا باش ما قسم الله، باش ما قسم الله يتعاونوا معايا لخرجت على خير منهم، وانا عاود بين يديهم، وانا الحاله راه ضعيفه ربي هو اللي عالي وعلم، كنطلب منهم يتعاونوا معايا وانا ضعيف وما عنديش باش نخدم، وعندي نظر قليل ما كنشوفش مزيان، حتى النظر عندي قليل ما كنشوفش مزيان، الا ما درت النظر كحلين ما نشوفش زرقاء الشمس. هذا هو اللي كنطلب من المسلمين خوتي، الا كانوا خوتي مسلمين وبحالي يطلبوا، نطلب منهم يتعاونوا معايا اللي جات على خاطر ديالهم، والمحسنين الله يطول لي عمرهم، وخويا عمر تتلاقي كثر خيرك، نطلبوا من الله الحق سبحانه في هذه المناسبه ان شاء الله بحول الله، الله يرفع لنا هذا البلاء ترجع البلاد كما كانت الحمد لله، كما كانت البلاد وانا ناشطه وبخير. انا بدا كان انا بدا مزير ما كنخرجش، كنقول نتهوى شويه ناخذ شويه الهواء ما كنخرجش، منوع عليا المناعه قليله، كنتمنى من ربي يا ربي ورد النار ويا ربي رفعنا هذا البلاء، ونكون تكون ترجع المياه كما كانت نوبل الاولى، والدنيا تكون ناشطه الحمد لله كما كانت نوبل الاولى. اخو عمر رحمه الله وبركاته.